شهدت فعاليات الليلة 7 من الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية 4 حفلات متنوعة على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. شهد مسرح النافورة بدار الأوبرا بالقاهرة باقة من الطرب العربي الأصيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي. وتتضمن الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية. ويحيي الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة. الصراحة كل سنة بيبقى فيه تطور بشكل أو بآخر يعني في المهرجان. أنا السنة دي حاسة إن هما فيه اهتمام أكتر إن هو يطلع للناس والناس تشوفه، لأن أنا دي بتبقى دايما مشكلتي إنه في حاجات تحفة بتحصل هنا في الأوبرا بس ما بتبانش للناس. فالحقيقة المهرجان أنا عن نفسي بستناه لأنه كل الناس بتشوفه بقى. دي حاجة شرف بصراحة ليا إن أنا أصلا أبقى مشاركة في حفلة زي كده، وإن شاء الله يا رب يعني تعجب الناس بجد. يعني دي حاجة مشرفة جدا ليا ولأي حد بيغني للفنان محمد الموجي بصراحة. والله أنا بتشرف النهاردة بالمشاركة في اسم الموسيقار الكبير الأستاذ محمد الموجي، أسرى الموسيقى العربية بأعمال كبيرة جدا إحنا لحد النهاردة إحنا بنتشرف فيها، و بتبقى مسؤوليه كبيره جدا لما انا اجي اختار لحن عمله الاستاذ محمد الموجي. لا يبقى هنا احنا لازم وقفه كبيره جدا، يعني عايزين بروفات كتير ووقت كبير للمذاكره.